كامل فيديو جديد. كما تشوف اول فيديو وعدناكم بان كلشي غادي يكون في هاد لاشين. الفيديو غادي يكون بودكاست. الموضوع ديال البودكاست هو الاصدقاء. علاش؟ كيف ما كنعرفوا كاملين ان الصحاب شي حاجه ما قدروش نعيشوا بلاها. كاين صحاب فيهم وفيهم. كاين طون وكاين ايزابيل. هاد النوع ديال الصحاب ضروري يكون عندك بحالهم. وهاد النوع ضروري ما يشوفو قدام شي بريه، خصوصا الا كنتي مزعوط فيه. فاطمه عندو شي حاجه ضروري. اش بغيتي تقول ليها؟ كنحشم. ايوه انا عندي بيبي. كاين هذاك الصديق اللي من نهار عرفتي ما شتيه ديما لاحق في المشاكل. تقول لي باقي ما ناضتش فيكم السبوره في الدرس. قال راسو سقم. شنو صار لايمان؟ وكاين هذاك الشريك اللي ما كيصبرش للضحك. هضره جوج يدار معاك حماده. لا ما طريش. شنو هو رمي لي المسبح يا ادم؟ واه وكاين واحد بنادم ديما مضارب معاه على والو. شديت وغسلت منه. شنو اللي كور؟ لا شوف شنو خمسة؟ لا ستة. شنو؟ اطلع اطلع تجيني اطلع تليفون تليفون انت حمور. وكاين هذاك صاحبك لحقته اكثر من خونا. شنو هو هادشي الفلان؟ وكاين هذوك الشريك اللي باقي ما بغاوش يديروا عقولهم. أرامي سيتي نقول ماليا ماليا نربك ماليا. شوفوا يا موشا بعد الموشا. وكاين واحد نوع اخر هو هذاك اللي لعبو خيط. يقدر يضربك بحجره، يقدر يضربك بباله، كلشي ممكن. طالب من طالب هكاك شداني. ولكن كيبقى احسن نوع هو داك عشيرك اللي ما كيخليكش تقرا في قيد. شو داك خونا راسو قداش؟ وتو راسو قد المدرسة. وتو راسو قد المدرسة. صافي جاي خرق على اللي حطها. كنت نلعبو اكس باك. لا سلمان سلمان اكس باك. لا سلمان ايوب اسكت. امالي نوض سبوره حمار. نوض سبوره نوض الحمار. نوض خرجت المعادله الحمار. ولكن كاين واحد الفرق كبير ما بين الصديق الحقيقي والصديق العادي. شوف غير فاش كتمر تشوف الصديق العادي كيفاش يتعامل معاك. كيبقى شي خويا ايوب لا باس شويه. الحمد لله خويا. الله خويا ايوب. الله خويا ايوب سمعت الخبار جات عندك كنجري. قالوا لي الدراري بقى شي فيا بزاف. دابا ندوزو للصديق الحقيقي. هي يعني بالمقمل تا هو ولا شي مرض. وانت نوض الله يمسخك بالكذاب. نوض نوض راك ما مريض ما والو. اركب الحمار بعد هادي حاجة. واحد كيضحك راني والله تا مريض. حلف اخويا ايوب والله ما فراسي بان راك مريض. وانت نوض قاعد يا بالحمار راك ما مريض ما والو كذاب. قفرتي يا صاحبي. عرفتي جدي قبل الله يرحمه قبل ما يموت بحال هاد المرضى مرض
وماش صديق الحقيقي هو اللي كيعرفك ما عندكش مع شي ناس وكيبدا يكرههم حتى هو واخا ما كيعرفكش. المهم الدراري هنا كيسالي البودكاست. الا كنتي اول مره تشوف هاد كلاشات الكمامر غادي تهبط دابا، غادي تفرقع سبسكرايب، غادي تفرقع دين امك. ولا كنتو من الناس اللي عايز عليهم ايومي غتهبط دابا تفرقعوا اللايك. ولا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع صحابك، ولا ما عجبكش تبارطاجيه مع صحابك باش حنا نطلعوا على دوركم. كان معكم ايومي.